من هنا من السكولة وبنقدم لكم خدمة تعليمية متميزة، والمرة دي هنكمل مع بعض يونت 7 بارت 2. وأول حاجة نشوف الدرسين بتوعتنا. أول درس عندنا درس البراكتس تايم، واللي فيها نتعلم حاجة اسمها comparative form، اللي هو لما أقارن ما بين اتنين. يعني مثلا لو عندي واحد طويل والتاني قصير، يا ترى هستخدم واستعمل الكلام ده ازاي in English. ثم بعدين هنروح لدرس الفونكس تايم، واللي فيه هنتعلم مجموعة من الأصوات المهمة جدا اللي هتساعدنا في how to pronounce the English language well، ازاي ننطق اللغة الإنجليزية بطريقة صحيحة. تعال نشوف الكلام ده. نتعلم فيه جرامر. شوف الجرامر بتاعتنا النهاردة شكلها ازاي. نعرف الأول عندنا big، bigger than، fast، faster than، small، smaller than، slow، slower than، fat، fatter than، thin، thinner than. ايه حكاية النهاردة الـ ER اللي انا ضفتها و than دي؟ هنعرفها بتفاصيل بشكل اكتر. النهاردة هناخد حاجة اسمها المقارنة، بعنوان كبير قوي اسمه comparison of adjectives. يعني عندي صفات هبدأ اقارن ما بين الصفات دي، ونبدأ بالشكل الاولاني حاجة اسمها comparative. يعني ايه كلمة comparative؟ يعني ان انا هقارن ما بين شيء وشيء، حاجة واحدة وحاجة واحدة، او شخص وشخص. يعني كأني بقول على واحد قصاد واحد، شيء قصاد شيء، او شخص قدام شخص. تعال نفتكر مع بعض يعني ايه كلمة صفة اللي انا كنت بستخدمها عشان اوصف اسم. يعني عايز اوصف الويل بتاعي ده، فاقول the whale is big. المرة دي بقى لما اجي اقارن مثلا ما بين حاجة وحاجة، فانا لازم في الحالة دي هبدأ احط للصفة اللي عندي دي اضيف لها ER، واحط لها عندي كلمة than، وابدأ احط الحاجة التانية. بمعنى ان انا عندي، لو انا عندي eel وعندي shark وعايز اقارن بينهم هما الاتنين، وعندي صفة small، فمين الأصغر؟ إيل هو اللي أصغر. فأبدأ أقول بقى إيه؟ أضيف للصفة اللي عندي ER وأحط than، اللي هي معناها بالعربي من كذا، يعني أصغر من مع بعض. يبقى small يعني صغير، لما اتحطت لها ER أصبحت معناها أصغر، حطيت كلمة than اللي هي من، فأصبحت أصغر من. لما أجي أقرأ the eel is smaller than the shark، اللي بعدها the dolphin is faster than the octopus. اللي انت عملته يا مستر اهو، ادي الصفة اللي عندي fast، ضفت لها ER وحطيت بعدين than. جملة التالتة بتقول لي the crab is slower than the dolphin، ادي slow دي الصفة اللي عندي اهو، حطيت ايه يا اولاد؟ ال ER وضفت بعدها كلمة then. نروح لحاجة تاني وملحوظة كويسة جدا، اللي هو بتاعت تضعيف الحرف الأخير. ازاي انا بضعف الحرف الأخير؟ فاجي عندي في صفة زي big، مش بس اضيف الـ ER، لا وضعف عندي الـ G. ده بيتكرر في حاجة اسمها fat، fatter، ادي عندي اهو double T. عندي thin، thinner، ادي عندي double N. فبالتالي لما اجي اقارن عندي elephant وعندي cow، لما اجي اقارن بينهم هما الاثنين باستخدام صفة big، الاقي نفسي بضاعف الجي، وزي ما احنا قلنا بنضيف الـ ER واحط كلمة than، يبقى تبقى الجملة كالتالي the elephant is bigger than the cow. عندي برضو لما اجي اقارن ما بين إسراء ودينا، وعندي صفة thin، زي ما احنا قلنا ناخد بالنا ان thin بضعف لها الحرف الاخير، واحط زي ما انا عارف الـ ER واحط than، وهتبقى شكل الجملة كالتالي إسراء is thinner than Dina. مرة تاني برضو عشان نأكد على الكومباراتيف ونأكد عليها مرة تاني، اهو نراجع يا مستر،
ادي الكومباريتيف ويوز ذا كومباريتيف. ليه؟ زي ما احنا قلنا يا اولاد كومبير. يعني ايه كلمه كومبير؟ يعني اقارن، اقارن ما بين شخص وشخص، مكان ومكان، شيء وشيء. ادي عندي سمول ودي التانية بقى اصغر منها تبقى سمولر. اروح عندي لمثال على كده عشان خاطر ابدا اركز في شكل المقارنه. الكومباريتيف اللي احنا نفكر بعض بيه كنت بحط الصفه واضيف للصفه اللي عندي اي ار واحط بعدها ذان، وعندي بيج وعندي بيجر وعندي سمول وعندي سمولر. نقرا الجمل اللي عندنا بخصوص الحيوان ده اهو اللي هو اسمه بولر بير، الدب القطب بتاعنا الابيض. واروح للتاني ده اهو اللي هو عندنا عارفينه اللي هو elephant. نقرا the polar bear is big. كده انا ما قارنتش. لما اجي اقارن بقى ما بين الالفنت والبولر بير اقول the elephant is bigger than the polar bear. ادي كده انا قارنت. اقرا the polar bear is big but it's smaller than. ادي smaller than اصغر من. ضفت للصفة اللي عندي er وحطيت ايه؟ وحطيت كلمة than. نروح لتمارين على كده. المفروض ان انا هقرا الكلمة اللي عندي اللي اعطاها لي، هو اعطيني كام كلمة؟ 1 2 3 4. هقرا الاربع كلمات اللي عندي وابدا اطلع الكلمة المختلفة وابدلها بكلمة تانية. اقرا cat dog dolphin rabbit. ايه المختلفة عندي؟ تمام، dolphin، لان دول كلهم خدناهم قبل كده بعنوان pets، يعني حيوانات أليفة. You can keep them at home، تربيهم في البيت. بدل بأي حاجة أليفة زي كده هتلاقي نفسك رحت لإيه؟ طرت. هكمل نمبر 2، shark aquarium fish crab. shark aquarium fish crab. إيه المختلفة؟ aquarium. ليه؟ لأنها مكان. أبدل بأي حاجة من الحاجات اللي عندي دي من نفس النوع فأروح آخد عندي إيل. نمبر 3، hot cold tall please. ايه المختلف عندي؟ please، عشان كلهم صفات. ابدل باي صفه عندي واخد وليكن صفه short. اروح بعدها لنمبر 4، drink eat picture take. ايه المختلف عندي؟ كلهم افعال ما عدا كلمه picture. ابدل باي verb عندي وليكن verb play. اروح لنمبر 5، letter bigger hotter smaller. واحد يقول لي يا مستر السؤال ده صح ان كلهم اي ار؟ اقول له استنى، letter فيها اي ار بس letter مش صفه، دي letter دي ناون اسم عندنا اللي هو معناه القمامه. خلاص، فهي المختلفه وبدل باي صفه متضاف لها اي ار وليكن صفه مين؟ faster. اروح لسؤال تاني عندي بعنوان choose. The octopus is slower. احنا كنا قلنا لما تيجي للصفة وحط لها ER يجي بعدها كلمة than. ممتاز، اللي بستخدمها عشان اقارن ما بين حاجة وحاجة. The dolphin bigger than the crab. ادي الدولفين. الدولفين ده ياخد ايه يا ولاد؟ ياخد is. تمام. I really thirsty. طب بالنسبة ل I يا مستر تاخد ايه عندي؟ تاخد am. What of juice do you want؟ فاكرين السؤال ده يا ولاد؟ What ايه؟ ما نوع؟ What kind of juice do you want؟ أكمل بعدها للدرس الرابع اللي عندي lesson 4 بعنوان phonics time، وعندي vocab نركز عشان نعرف الصوت اللي فيها. عندي barn farm yard smart dark. أدي ده صوت hard garden cars. تمام؟ نروح للصوت اللي بعده اللي هو نقرا ونستشف احنا الصوت ايه. كورن فورك يبقى او، ستورم او، هورن فورم هورس ستوري بوب كورن. يبقى انا عندي النهارده صوتين، صوت لكلمه زي كلمه بارن يبقى والصوت التاني لكلمه زي كلمه كورن يبقى الصوت اللي عندي او. نروح بعدها ليه حاجة مهمة جدا. عندنا كام جملة كده نبدأ نقراهم عشان نمارس أكتر الصوت بتاعنا. سالم had a farm. One day there was a storm. The sky was dark
But Salim was smart. He put the corn in the barn. But the wind blew very hard. Look at the corn in the yard. كل ده عشان أبدأ أعمل ممارسة للصوت بتاعي اللي أنا خدته النهاردة، ودي حاجة مهمة جدا. نكمل بعدها بقى، وجي وقت إن احنا نعمل General Revision، مراجعة عامة على الوحدة من خلال تمارين مختلفة. وعندنا تمرين اهو، Circle the odd one and replace it. Won't, make, take, looked. يا ترى ايه المختلف يا مستر؟ looked. كلهم أفعال، بس فين يا أولاد؟ في زمن المضارع. نغير looked ده ونرجعه الأصل والمضارع عشان يبقى شبههم، يتحول يبقى look. اللي بعدها cute, sure, get, straight. ايه المختلف عندي؟ get، ان كلهم صفات، ابدل بأي صفة؟ طول. which, far, what, where. ايه المختلفة؟ كلهم أدوات استفهام ما عدا far اللي هي صفة معناها بعيد، ابدل بأي أداة استفهام وليكن when. will, dolphin, card, shark. ايه المختلفة عندي؟ كارد، مش تبعهم، مش تبع الاكواريوم، ابدل حاجة تبع اكواريوم واروح اخد ايل. دينر، فاستر، بيجر، سمولر. ايه المختلفة عندي؟ كلهم اي ار، خلي بالك خدناها قبل كده. دينر لانها مش صفة، فبدل باي صفة واضيف لها كمان اي ار تبقى ثينر. نروح لتمرين تاني بعنوان تشوز. بيقول لي I am looking the bathroom. اسمها look ايه؟ يبحث عن، خدناها قبل كده. تمام، look for. which one you want؟ which one ايه؟ do you want؟ لان عندي you تاخد do، وده هو شكل السؤال كده. which one do you want؟ the whale is than the dolphin. يا ترى الويل بالنسبة للدولفين ايه؟ تمام، is bigger than. حد يقول لي ممكن اخد big؟ لا، عشان عندي مقارنة وعرفت من شكل ذان اللي عندي. طب واحد ممكن يقول لي smaller، اقول له ازاي؟ الويل عندي is bigger than the dolphin. Please up your mind. فاكرين كانت اسمها ايه your mind؟ اسمها make up your mind. تمام، بمعنى قرر. نروح بعدها لسؤال الريدنج passage اللي عندي، واقرا كده مع بعض ونبدا نحل الاسئله. My name is احمد. I am 12 years old. Yesterday I went to the aquarium. I saw many sea animals. The whale is bigger than the dolphin. The octopus is faster than the crab. They're all cute. أبدأ بالأسئلة عندي true or false. أحمد is 10 years old. أرجع كده. أحمد 10 years old. No, false. أحمد is 12 years old. Number 2. He went to the aquarium. ارجع تاني القطعة عشان اتاكد ان اجابتي صح. هو بيقول احمد اهو I went to the aquarium، يبقى نمبر 2 تاخد true. The dolphin is bigger than the whale. اتاكد the dolphin is bigger than the whale. ارجع للقطعة بتاعتي بيقول لي لا، the whale is bigger than the dolphin، تبقى الجملة اللي عندي دي false. اروح بعدها للسؤال اللي عندي، بيقول لي what did احمد see؟ يا ترى ايه الاجابه لما ارجع للقطعه؟ تمام، هي سو ماني سي انيمالز، موجوده عندي اهو، ادي هي سو ماني سي انيمالز موجوده عندي في القطعه فوق. اللي بعدها وين ديد هي جو تو ذا اكواريوم؟ وين، امتى راح الاكواريوم؟ ارجع الاقي الاجابه عندي هي وينت تو ذا اكواريوم يسترداي. ناخد بالنا ونكتب، نحاول نكتب في الامتحان بتاعنا اجابه كامله، ما اكتبش بس يسترداي، لا اكتبها كلها، اكتب جمله صحيحه واقول He went to the aquarium yesterday. وكده نكون انتهينا من يونت 7 كلها بكل الدروس بتاعتها. ولما فاكرين لما قسمناهم مع بعض تو بارتس، بارت 1 وبارت 2. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، تابعونا اكتر واكتر من خلال قناه الاسكوله. وكمان ما تنساش الشتات عندك تطبعها، وكمان انت واصحابك وتبداوا تحلوا شتات الاسكوله.